الشق المتعلق باستكمال السنة الدراسية وتنظيم الامتحانات، لابد من تأكيد سيدات والسادة المستشارون المحترمون على أن الوزارة في إطار مقاربة استباقية انكبت منذ إعلان بلادنا تدابير الطوارئ الصحية على الاشتغال على كل السيناريوهات الممكنة لضمان استمرارية البيداغوجية وتدبير ما تبقى من الموسم الدراسي الحالي. وفي هذا الصدد نهجت الوزارة مقاربة تشاركية عملت من خلالها على استقراء آراء ومقترحات جميع الفاعلين التربويين والإداريين من أساتذة ومفتشين ومناظراء المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم الخصوصي وكذا جمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين على المستوى المركزي والجهوي، حيث توصلت بعدة اقتراحات والتي صبت في مجملها في نفس التصور الذي بلورته الوزارة، ويرتكز هذا التصور على المحددات التالية: أولا، الحفاظ على سلامة وصحة المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية. ثانيا، تطور الوضعية الوبائية ببلادنا. ثالثا، إنجاز 70 إلى 75% من المقررات الدراسية والبرامج التكوينية قبل تعليق الدراسة ب 16 مارس 2020، وبالتالي فإن إقرار سنة بيضاء أمر مستبعد تماما. رابعا، التعليم عن بعد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعوض التعليم الحضوري، لكنه كان الحل الوحيد والأمثل في الظروف الاستثنائية التي نعيشها لضمان الاستمرارية البيداغوجية. خامسا، ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين. سادسا، مراعاة التفاوتات الحاصلة بين الأسر في مجال تأطير ومواكبة بناتهم وأبنائهم وتوفير الظروف المواتية لمتابعة دراستهم بانتظام. وأخذا بعين الاعتبار هذه المحددات، قررت الوزارة عدم التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية إلى غاية شهر سبتمبر المقبل، والاقتصار فقط على تنظيم امتحان البكالوريا والذي يهم ثانية بكالوريا في خلال شهر يوليوز 2020، إجراء الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا خلال شهر سبتمبر 2020، وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، ستشمل مواضع امتحانات حصريا الدروس التي تم إنجازها حضوريا إلى حدود تاريخ تعليق الدراسة، أي إلى حدود 14 مارس 2020، وبهدف تمكين المترشحات والمترشحين من اجتياز هذه الامتحانات في أحسن الظروف. ستتم برمجة حصص مكثفة هذا الإطار، وحفاظا على صحة المتعلمات والمتعلمين، وتعمل الوزارة على تفعيل التدابير التالية: اتخاذ إجراءات الوقائية الضرورية، تعقيم مختلف مرافق المؤسسة التعليمية عدة مرات في اليوم، وتوفير الكمامات الوقائية ومواد تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، والعمل على احترام التباعد الاجتماعي والتخفيف من أعداد المترشحين بكل قاعة. ثم اتخاذ إجراءات تنظيمية لازمة من إعداد للمواضع وتدبير لمختلف عمليات الامتحانات واستعمال فضاءات شاسعة كبعض المنشآت الدراسية. فسيتم احتساب نقط فروض المراقبة المستمرة المنجزة حضوريا. كما ستعمل الوزارة على مواصلة تفعيل استمرارية البيداغوجية إلى نهاية السنة الدراسية لفائدة هذه المستويات، من أجل استكمال المقررات الدراسية وتوفير الدعم التربوي اللازم، عبر الحرص على استمرارية عملية التعليم عن بعد، وذلك من خلال مختلف المنصات الرقمية والقنوات التلفزية والكراسات التي سيتم توزيعها. وهنا ينبغي التأكيد على أن الموسم الدراسي الحالي لم ينتهي بعد، وأن المحطات المتبقية تكتسي أهمية بالغة في المسار الدراسي للتلميذات والتلاميذ، كونها ستؤثر إيجابا على فرصهم في مواصلة دراستهم مستقبلا في أفضل الظروف. لذا أدعو التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية والأسر إلى المزيد من التعبئة والانخراط في إنجاح المحطات الأخيرة من الموسم الدراسي الحالي،
والتعامل بجدية ومسؤولية مع المحطة المخصصة للدعم والتقوية، وذلك من أجل تمكين بناتنا وأبنائنا من اكتساب المعارف والكفايات التي ستؤهلهم لمتابعة دراستهم في السنة المقبلة بشكل عادي ووفق التدرج البيداغوجي اللازم، وتجنيبهم التعثرات التي يمكن أن تصادفهم مستقبلا. وفي هذا الصدد ستخصص الوزارة كذلك شهر شتنبر المقبل لاستدراك والدعم التربوي الحضوري، سعيا منها لتقوية مكتسباتهم وتمكينهم من متابعة دراستهم في الموسم المقبل في أحسن الظروف. سيدات والسادة المستشارون المحترمون، إن الارتقاء